ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بعلاقة تتسم بالخصوصية والعمق والقوة، لا تقتصر على العلاقات السياسية والمصالح المشتركة فقط، بل تمتد لآفاق أرحب وأوسع تتجاوز الحدود لتكون ذات طبيعة ودية وأخوية خاصة يدعمها حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة بين شعبي البلدين. إلى جانب تلك العلاقة المتفردة من روابط الدم والنسب، يتقاسم البلدان الجاران الروابط الثقافية المشتركة والممتدة جذورها إلى عمق التاريخ من العادات والتقاليد والموروث الشعبي والفنون التقليدية، لتشكل هوية ثقافية متجانسة بين الشعبين الشقيقين. وقد لعب القرب الجغرافي دوراً كبيراً في الزيارات الدائمة بين الشعبين، ومما سهل الانتقال بينهما أن الإمارات وعمان كانتا أول دولتين من دول مجلس التعاون تعتمدان البطاقة الشخصية كوثيقة لسفر مواطنيهما بين البلدين منذ عام 1993، حيث تشكل الإمارات الوجهة السياحية الأولى للأشقاء العمانيين، لما تشتهر به من مراكز تسوق عالمية وتوافر الأماكن الترفيهية فيها، بينما تعد سلطنة عمان المقصد الأول للعديد من الأسر الإماراتية التي تحظى بالترحاب والحفاوة في ربوع طبيعتها الخلابة. وعلى صعيد الاحتفالات الوطنية، يكتسب اليوم الوطني العماني أهمية خاصة في قلوب الإماراتيين، حيث تشارك دولة الإمارات سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.